نظمت مؤسسة حياة كريمة قافلة طبية شاملة على مدى يومين في قرية أم الرضا الجديدة بمحافظة دمياط، حيث وقعت القافلة الكشف الطبي على المواطنين وصرف العلاج بالمجان، بالإضافة إلى تحويل حالات حرجة لتلقي العلاج بالمستشفيات وإصدار قرارات على نفقة الدولة، وقد أقيمت ندوات تثقيفية. القرية هنا بتشهد إقبال كبير من المواطنين، ودايما لما بننزل القرية هنا بيبقى فيها إقبال كبير لتوفر الخدمات الطبية المختلفة بالقافلة، من كشف وعلاج وتحاليل وأشعة، كل ده بيتقدم للمريض بشكل مجاني، فالمرضى بيقدروا يستفيدوا بيه. بنراجع طبعا قبل ما بنيجي القرية هنا، بنراجع قاعدة البيانات الخاصة بينا عشان نشوف إيه التخصصات اللي هنقدر نوفرها في القافلة، إيه الإعداد اللوجستي اللي هنعمله. في بروتوكول تعاون بين وزارة التربية والتعليم ووزارة الصحة، البروتوكول ده سهل لنا ان احنا نفتح المدارس لاستقبال اهالينا بقريه ام الرضا الجديده وام الرضا القديمه، والعدد ان شاء الله كان كبير امبارح، كان في اشعه وفي تحاليل وفي اطفال وفي مسالك بوليه وفي اسنان وفي جميع الخدمات الطبيه المقدمه، والنهارده برضو في الاقبال شديد، وحضرتك لو انت شايف ومتابع ورايا في الكاميرا هتلاقي ان في اقبال شديد ان شاء الله. قافله خدمتها حلوه للمواطنين، فيها جميع التخصصات وكله بيكشف وبيصرف العلاج كله مجاني، وحاجه جميله جدا. جينا النهارده لقينا في قافله في ام الرضا الجديده، كشفنا فيها وادونا علاج مجاني، لا دفعنا فلوس ولا حاجه وما خدناش وقت ولا اي حاجه.